المشاورات او التشاورات اللي تتكون هي اساسا على ثلاثه نتاع الاصعده كما كنشوفوا من خلال الورشه اللي متواجده اليوم. هي ورشه تفاعليه ما بين هذاك المنشط اللي تلقى واحد التكوين من قبل في تنشيط هذه الورشه هذه، ومن خلالها ان شاء الله غادي دار واحد الاستماره باش ما تبقاش هذيك تبقى فقط غير كلام، وانما غادي يحاول باش يتدون تيكون مقرر نتاع لهذه الجلسه هذه تاع الورشه، باش من بعد كترفع هذه الامور هذه للوزاره للنيابه المديريه الاقليميه وطبيعه الحال الاكاديميه والوزاره باش تاخذها بعين الاعتبار. التشاور او الاستشاره يعني هي اشراك جميع الفاعلين في هذا، وطبيعه الحال هذاك الثلاثي الذهبي هو اللي تنركزوا عليه في المؤسسه، يعني هذوك الناس اللي كيباشروا فعلا يعني العمليه التعلميه عن قرب فيما بينهم، يعني غادي يجلسوا للارض باش يتشاوروا باش يشوفوا شكون هي المدرسه اللي كيحلموا بها، يعني المدرسه اللي غتكون في المستقبل اللي غنحلموا بها جميع. وحتى ما استفادوا من التكوين كانت تكوينات هشيش. دور ديال الاستاذ كان تنقص من مكانته، أصبح الأستاذ ما بقاش كيقوم بالدور اللي كيخصو يقوم به. الأستاذ كانت عنده مكانة حقيقية من خلال سحب مجموعة ديال الصلاحيات من الأستاذ. أصبح الأستاذ يعني عبارة عن أداة كينفذ توجيهات للعتبة ديال الامتحان، كل هذا أثر على المنظومة بصفة عامة. الأستاذ كيخص يرجع المكانة ديالو الهيبة ديالو الحقيقية اللي غادي يساهم، لانه هو الدينامو ديال النجاح ديال المنظومه. اذا الاستاذ رجع للاعتبار ديالو الحقيقي ديالو وتخلص من الهاجس المادي اللي كيعانوا منه واحد العدد ديال الاساتذه، الاستاذ بامكانه ينجح هذه المنظومه، هو ينجحها او هو يمكن لا قدر الله يكون السبب ديال الفشل.